اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. اضحك الصوره تطلع حلوه، كلنا بنحب شكل اسناننا تكون حلو، ما فيهاش اعوجاج، ما فيهاش لسه مثلا باينه، عايزينها بيضه مرصوصه. كل ده هنعرفه من دكتور محمد وجيه، اخصائي طب وتجميل الاسنان. اهلا بحضرتك يا اهلا دكتور، وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا نورني مره تانية. منور. كل الناس بتسأل على فكرة التبييض دلوقتي، معظم المشاهير كلهم عاملين تبييض أسنان، والأسنان مرصوصة ما فيهاش أي اعوجاج، ما فيهاش لسه باينة أثناء الضحكة. عايزين نعرف تجميل الأسنان ده بيبقى عبارة عن إيه؟ طب هو تجميل الأسنان في البداية بيعتمد على عدة عوامل أقدر من خلالها أحدد السمايل الابتسامة بتاع المريض. أول حاجة ببص على اللثة بتاعته قبل أسنانه، اللثة هل مغطية الأسنان كلها لدرجة إن أنا مش شايف منظر الأسنان الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه، فببتدي بعمل حاجة اسمها قص اللثة، حاجة اسمها جام سمايل. تاني حاجة ببص على الأسنان اللي فيها بعض الصبغات زي المدخنين وغيره، ببتدي إن أنا أتعامل معاها إن أنا أركب له قشور تجميلية بحيث إنها توصل لي لأعلى درجة من إيه الكفاءة عشان تبين لي ابتسامة ناصعة. القشور دي اللي هي العدسات، صح كده؟ أوه. تمام. القشور دي انا بركبها، ده منظر جمالي ولا ده نوع من انواع العلاج برضو؟ هو ده داخل يعتبر في الشقين. ازاي بقى؟ هو يعتبر منظر جمالي ويعتبر نوع من انواع العلاج. ازاي بقى الكلام ده؟ احنا معانا الفيديو بتاع الشاي بيوضح برضو. تمام. هو عبارة عن منظر، اولا منظر جمالي، لو السن فيها صبغة هي عبارة عن قشرة بيتم ريدكشن اي تحديد او اكل من طبقة المينا من 3 ل 5 ملي، حاجة لا تذكر من غير بنج. بعد كده بيتم عمل القشرة التجميلية، دي بتتم من غير بنك، دي احنا بتتم من شايفينها على غير بنج. الهواء. دي بتتم من غير بنج والمريض ما بيحسش بأي ألم، لأن أنا باخد من طبقة المينا اللي هي طبقة ملهاش أي عنصر الإحساس، عنصر الإحساس مفقود هنا، وتعتبر نوع من أنواع العلاج. إزاي؟ لو أنا حصل تسوس أو كسر أو غيره في الأسنان الأمامية بعمل إيه؟ ببتدي إن أنا أعالجها. بعد ما أعالجها بيبتدي الحشوة الظاهرة ما بين السنة وما بين الحشوة نفسها، فبعمل إيه؟ بركب اللامن الدنير اللي هي القشرة كنوع من التجميل. طيب، ودي بتبقى بيتم بإيه؟ بلزق؟ دي بتتم بنوع معين من اللزق بنسميه ريزن، وبنعملها بطريقة مش معينة. بيقع او بيتكسر؟ يعني في تركيبات كده يقول لك لو كلت حاجة ناشفة تتكسر. ده بيعتمد على طريقة الريدكشن اللي هي التصميم أو التصنيع أو التحفيف للسنة، بيعتمد على الأطوال المناسبة اللي خدتها والقطر والأبعاد لكل واحدة. لو أنا حسبتها صح وحسبت الفورس القوة اللي نازلة على التركيبة عمرها ما هتتكسر طبعا. تمام. طيب، دي لو في حد عنده الضحكة اللي هي لثوية، الضحكة دي ممكن يتم معاها القشور دي ولا بيتعالج الأول إن اللثة تدينا؟ زي ما اتكلمنا، واحد عنده الضحكة اللثوية بنبتدي نشوف أولا هل ده موضوع اللب. ممكن يكون واحد ضحكته لما بيضحك اللب اللي هي الشفة العلوية بتغطي الأسنان كلها، فبين أسنان التحت. فبتدي بعمل إيه؟ ببتدي برفع الشفة لمكانها، دي أول حاجة. تاني حاجة اللثة نفسها لما تكون مغطية السنة ببتدي إن أنا أقصها عشان اخد افضل منظر. بعد كده بشوف الاسنان وازاي اقدر احط القشور التجميليه. طيب، القشور التجميليه دي لو حد اسنانه مظبوطه وما فيهاش اي تسوس او كسور او حاجات زي كده، ممكن ممكن حد يعملها للتبييض بس ولا التبييض ليه وسائل تانية؟ هو التبييض حاجه تانية، بس ممكن انا الجا للقشور التجميليه. امتى الجا للتبييض وامتى الجا للقشور؟ اذا انا عامل حشوه في الاسنان الاماميه وحبيت ان انا ابيض، السنه نفسها هتبيض والحشوه زي ما هي. اما اذا انا حطيت القشره التجميليه فهي هتغطي لي السنه بالحشوه. طيب، دي ممكن تتم في الاسنان الاماميه بس ولا ما دام اتعملت
الاماميه دي لازم اعمل كله. هي في الاسنان الاماميه والخلفيه، لكن احنا بنحسبها ازاي؟ بنحسبها هي بتعتمد على السمايل، الابتسامه. يبقى انا بحسبها من خلال ضحكه المريض، بحسبها ضحكه المريض بتنتهي عند الضرس الرابع، الرابع، الخامس، اللي الخامس، باينين بس. على حسب اللي بيبان. هي الكشور دي، هي هوليود سمايل. لا، هوليود سمايل اللي هي بتعتمد في شغلها على القشور. هي بتعتمد ان انا باخد امبريشن مقاس معين للمريض ده، وببتدي ان انا اشوف هنا محتاج قشره، محتاج تركيبه احطها له، بحيث ان انا اعمل له ابتسامه بتكون موجوده معايا مدى الحياه. يعني انهي الافضل في الابتسامه؟ يعني كموضوع تجميل انهي الافضل؟ الافضل بيتحدد على حسب كل حسب مريض. المريض. يعني عنده مثلا حشوه عايز يداريها، او بس عايز ابتسامه بيضاء. على حسب المريض وعلى حسب حاله المريض اللي تسمح بيها النوع اللي استخدمه. تمام، اوكي. طيب دلوقتي مثلا في حد عنده سنه مخلوعه من قدام او من اي حاجه باينه، طيب دي احنا ازاي ممكن نعالجها وفي نفس الوقت نركب القشور دي؟ تمام. يعني بنركب مثلا حاجه ثابته وبعدين نحط عليها القشور؟ بركب تركيبه ثابته من غير قشور، انا مش محتاج قشور كده خلاص، يعني مش محتاج سنه مخلوعه. هبتدي عندي كذا طريقه. اولا المتحركه، وهنبعد عنها لان الناس ابتدت تميل للثابت. التركيبات الثابته، وهي ان ببتدي اعمل حاجه اسمها ريدكشن، افري السنه اللي جنبها واللي جنبها، بحيث اخد نفس الشكل واحصل على حاجه اسمها استابيليتي، قوة ومتانة واتزان للتركيبة نفسها. بتبقى ثابتة من الجنبين. في فيديو كمان بيوضح الكلام ده، التركيبة وهي بتركب ازاي، وبتركب بكل سهولة وبتثبت مكانها، تبقى زي السنة الطبيعية بالظبط. طيب معانا اتصال. سماح اتفضلي. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ ازاي حضرتك، اتفضلي. عندي بس سؤال للدكتور. اتفضلي الدكتور معاكي. اتفضل. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك، اتفضل. انا عندي طفل عنده 3 سنين، بس سنينه من قدام متكسره. تمام. فانا عايزه يبقى شكله كويس، ايه اللي ممكن اعمله لطفل 3 سنين؟ يعني هو مش هيستحمل تقويمه وهو صغير قوي كده، ولا ايه الصح ليه؟ تمام. ليكي سؤال تاني يا سماح؟ لا ميرسي قوي. طب اتفضلي اسمعينا، شكرا على اتصالك. طيب 3 سنين. طبعا حضرتك عارف الاطفال معظمهم دلوقتي بسبب الحلويات والسويتس والحاجات دي، ففي سنان بتبقى متاكله ومتكسره. التعامل مع الطفل يختلف خالص عن التعامل مع الانسان البالغ. طيب ببتدي اتعامل مع الطفل ازاي؟ ببتدي احاول اقصر عدد الجلسات. ودلوقتي بنعمل حاجه ظريفه جدا مع الاطفال، ان احنا نعمل ايه؟ في حاجه اسمها التخدير الكلي عن طريق انهليشن، عن طريق ان انا بركب له جهاز تخدير عن طريق الانف، وبيتم تخدير الطفل ده. بنقوم في الوقت ده بعمل كل اسنانه من تجميل، من حشوه، خلافه. ده في العياده؟ اقل وقت. لا، ده بيبقى في المستشفى. في المستشفى. لكن انا بوفر على الطفل الحقنه بتاعت البنج اللي بتتاخد. بيخافوا منها كلهم. ما خلاص، ما مش هيحس بالحقن. كده خلاص. دخلته في القصه دي احدث حاجه. ان انا بحضره وببتدي اتعامل معاه، خلاص ببتدي كل حاجه من غير خوف بقى للطفل. من غير خوف، من غير اي حاجه. والطفل بيفوق وعادي جدا. طيب الطفل 3 سنين ده ايه اللي ممكن يتم؟ يعني دي اسنان لسه هتتغير. حضرتك بتعمل ايه؟ الاسنان بيبتدي بزوغها وظهورها في الامام من 6 شهور. طيب الطفل ده لو هو ما بيحافظش على اسنانه، تبتدي عمليه تسوس وتراكم البكتيريا، يبتدي يحصل الم، وخاصه في الضروس. فيبتدي الطفل ده اذا ساب الالم ده وتطور زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، يبتدي وشه يورم، يبتدي يدخل معانا في قصص ثاني. فانا دايما بقول لا، يعني اعالج لحظه اكتشاف التسوس. تمام. طيب لا انا اقصد حاجه تانية دلوقتي، هي لو سوست حضرتك بتشيلها؟ يعني السنه دي بتتشال بس ملهاش تجميل طبعا. لا، لان لسه هو هيطلع. هي ملهاش تجميل بس. ما ينفعش حاجه اسمها اني اشيل الضرس او السنه، لان لو شلت الحاجه دي هتبتدي تحصل تطلع السنه الدايمه اللي هي البيرمان، او مجرد بزوغها في الفم طبعا مكانها اللي هي محفوظه السنه اللبنيه اتشال، فهتبتدي السنه تطلع معوجه. فلذلك احنا دايما بنقول نحافظ على اسنان الاطفال عشان نحافظ على السنه الدايمه اللي هتطلع للطفل ده. تمام. طيب مجرد ما السنه الدايمه بتطلع
للطفل ممكن اعمل لها حاجات تجميليه مجرد ما بتطلع الطفله من ابتدي سن اعمل لها كام؟ من يعني سن 18 سنه ابتدي اركب 18. للطفل وهركب له اي حاجه غير كده عادي. طب الفراغات يعني في اطفال كتير عندهم فراغات. لا الفراغات دي بترجع كل سن وكل مرحله ليها فراغ معين، يعني في مرحله من 11 ل 12 سنه بيبتدي يطلع الناب اللي هو حاجه اسمها اجلي داكلينج ستيج، وفي ناس بتخاف من الموضوع ده جدا وتقول يا دكتور ده انا في فراغات بين اسناني اعالجها ازاي. لا كل مرحله عمريه لها فراغات معينه ربنا سبحانه وتعالى فطره في الانسان بتتقفل لوحدها. طب لو ما اتقفلتش لا لو ما تقفلتش نبتدي ندخلها بقى في عده طرق من وعده عمر كام؟ اجهزه لان انا السؤال نركبها. ده جالي على الصفحه لما حضرتك كنت معانا الحلقه اللي فاتت، واحده قالت لي ابني عنده فراغات في اسنانه الاماميه، فممكن الدكتور مثلا بنركب ايه ما على تقويم؟ حسب انا عندي ايه، يعني انا عندي اسنان في اسنان الاماميه ايه، في حاجه اسمها ديدوس اللبنيه، هل لو انا عندي في اللبنيه لا طبعا لا هسيبها. مش اللبنيه يعني 11 سنه ده غير. انا عايز بعد سن ابتدي اتاكد 14 خلاص كل الاسنان ابتدت تظهر ممكن ابتدي بقى ابتدي. اركب له الجهاز. طيب تمام. بالنسبه هنرجع بقى تاني للتركيبات. تمام. التركيبات الثابته، طيب الحاجات اللي هي احدث ظاهره فيها زي ايه؟ التركيبات الثابته احدث ظاهره في التركيبات الثابته حاجه اسمها الزركونيا وحاجه اسمها ايماكس. الوقت كان زمان بيستخدموا البورسن، البورسن عباره عن طبقتين، طبقه من الميتال المعدن وفوقيها طبقه بورسن. لاحظوا ان في مشاكل كتير بتيجي تظهر على المريض من استخدام الماده دي، فابتدوا يغيروها بطبقه الزركونيوم والايماكس. تمام. احنا معانا فيديو توضيحي للتركيبات. تمام. الفيديو ده بيوضح ماده الزركونيوم هي بتركب ببساطه وسلاسه وبتاخد نفس شكل الاسنان. السمايل دي تركيبات ثابته دي يا دكتور؟ تركيبات ثابته، تركيبات ثابته ركبت بكل سهوله من غير اي الم من غير اي حاجه حلو. وخدت نفس شكل الاسنان الموجوده. طب دي تم بقى دي مثلا لو في سنه واحده بس ممكن، مش لازم لا سن او اتنين او تلاته على مش حسب، لازم الاسنان كلها مع بعض مش التركيبات لازم. لا الثابته دي؟ لا لا مش لازم. طيب تمام. نرجع بقى للتجميل والتبييض. طيب حد دلوقتي كل يعني الناس كلها بتبيض، وفي ناس بتبيض لون فاقع ابيض فاقع قوي، ده ممكن بيتغير ولا مجرد ما عملت اللون ده لا خلاص ما ينفع؟ تمام. هو ده بيعتمد على نوع الماده المستخدمه في التبييض. انا لو هبيض يبقى اول حاجه اخد بالي ان ابتعد عن اي حاجه فيها صبغه. طيب انا بشرب شاي قهوه بدخن كتير ابتدي احافظ على الفرشه والمعجون باستمرار عشان اتجنب الصبغات اللي تغير لي لون الاسنان. تمام. تمام. لا لو اللون عملته وحست ان هو ابيض فاقع قوي ده ممكن بيتغير؟ اللون كده كده هيتغير هيبتدي يرجع للطبيعي، لكن الفترة العمرية اللي هياخدها من سنة لثلاث سنين. طب هي بتحتاج دورة مثلا كل سنة بتيجي لحضرتك هي بتغيرها أو بتأكد مثلا على على اللزق حسب ده عشان ما هي يقعش أو كده؟ على حسب هي التبييض، هو مش لزق، هو التبييض ده عبارة عن مادة بتتحط بالألترا فايلوت بأشعة معينة بتسلط عليها لمدة 20 دقيقة، بيتم من خلالها الحصول على الدرجة المتفق عليها من التبييض. ده مع كل حالة بنعمل كده. وحضرتك بتحدد الدرجة دي على أي أساس؟ يعني لون البشرة ولا إيه؟ أولا ده بيترتب على السمايل بتاع المريض نفسه، لون البشرة وراحة المريض للون اللي هو اختاره. طيب ودي في 20 دقيقة بس؟ يعني خطواتها 20 دقيقة بس ولا لا بيتردد كذا الالترا مرة؟ فايلوت في 20 دقيقة وهي خطواتها كلها 25 دقيقة. ما فيش كذا جلسة؟ أنا أسمع إن هي كذا جلسة. هي بتاخد من جلسة ممكن نحصل على درجة التفتيح اللي احنا عايزينها، عايزة طب ما أكتر. وصلتش يبقى هبتدي اديها جلسة تانية بالكتير وأكرر بعد 6 شهور عشان أتجنب الحساسية. تمام. دي كده احدث حاجات في عالم التجميل. دي احدث حاجه وصلنا. طيب حضرتك كنت حابب بقى تنوه كمان عن ان احنا نحافظ على اسناننا قبل التركيبات والكلام ده كله. تمام. انا ابتدي اولا زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت برضو الوقايه خير من العلاج، ابتدي ان انا احافظ على اسنان اللي هو التنظيف، وخاصه زي ما قلت قبل كده التنظيف بالليل اهم حاجه، لان قبل بالليل النوم. ده الوقت قبل النوم ده الوقت اللي بيتم ده ملعب البكتيريا زي ما بيقول، تبتدي ان هي تسبح في الفم، طبعا اللسان ما بيتحركش فيبتدي ان هي تسبح في الفم تخترق اجزاء معينه
فيبتدي يحصل تسوس، تكون جير وخلافه. فانا ابتدي اتجنب الكلام ده بايه؟ باستخدام فرشه معجون، وافضل من الفرشه السواك. طيب الفرشه والمعجون من عمر قد ايه؟ يعني الاطفال سنتين وكده ممكن الاطفال نستخدم؟ انا ممكن استخدمها من الطفل الرضيع. ابتدي ازاي؟ استخدم ازاي؟ في الان في فرشه اتعملت للطفل الرضيع والطفل الصغير اللي مش هيقدر يستخدم الفرشه، عن طريق فرشه بتدخل الصباع نفسها وصباع الام وبتمرر على بق الطفل، بتنضف بيها الطفل لان بالكامل. في اطفال رضيعه كمان بيحصل لهم تاكل بسبب لبن الام. الرضيع ده، الرضيع نفسه اسمه، بيبتدي زي شاشة وبتتلف على الصباع بطريقة معينة وبتعدي على بقه بالكامل عشان خاطر آثار اللبن. بالميه مش بالمعجون. باللبن، بالمية. بالميه. تمام. طيب دكتور دلوقتي برضه هنرجع لموضوع التجميل، بالنسبه للدهكه اللثويه، الدهكه دي بتبقى نظام عمليه ولا حاجه برضه في العياده بتتم؟ لا، دي نظام قديم، موضوع بسيط جدا، ما بياخدش اكتر من 10 دقايق، ربع ساعة. بنظبط اطوال ومقاسات معينة بحيث ان احصل على ابتسامة تبين لي طول كل سنة عشان تحصل على المنظر الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى ده. خطواتها ايه؟ يعني حضرتك بتقول ربع ساعة، يعني حاجة بسيطة جدا. حاجة بسيطة جدا، خطواتها عبارة عن ان المريض بياخد حاجة بنج موضعي بسيط، بعد كده بنخش بجهاز الليزر، بنحدد المكان اللي احنا عايزين نشيله. موضوع ابسط من البساطة، مجرد ما بيعدي عليه ما بياخدش اكتر من كام دقيقة وتقوم. طيب حضرتك اكيد بتسمع ان انا عايزه اسناني يكون شكلها حلو، ابتسامتي، ضحكتي، لان ده بيدي نوع من انواع الثقه بالنفس. طبعا طيب ممكن حد يجي يقول لك لا انا مش عاجبني شكل اسناني، او عايزه اظبط اسناني كده، تكون حاسس ان هو مش محتاج، ولا مجرد ان هو حاسس ان في حاجه برضه حضرتك بتحاول تظبطها له؟ مع كل مريض بيختلف عن التاني. يعني ممكن واحد يجي يقول لي انا اسناني مش عاجباني علشان خاطر فيها مشكله، فيها تسوس كتير في اكتر من سنه، فمبين له شكل الضحكه مختلفه. وفي واحد ممكن يقول لا انا عايزه اركب عشان الصبغات موجوده، صبغات بنيه نتيجه التدخين، القهوه، شرب القهوه الكتير. فانا ببتدي يعني اعالج كل حاله على حسب حسب الحاله. طيب بالنسبه للدهكه الكبيره او البق الكبير، دي برضه بيبقى ليها علاج ولا دي مالهاش بقى علاج؟ يعني الضحكه الكبيره حد بقه بيضحك بيبقى كل الاسنان باينه، ضحكه كبيره بقها كبير فبتبقى متضايقه. زي ما قلت لك انا بحددها على حسب البيشن. يعني لو بيشن ضحك كبير ممكن العب في حاجه اسمها الانجل اوف ماوس، ان انا ببتدي بقى ادخل في قصه تاني اسمها بوتكس وفيلر، ان انا بحقن العضله نفسها لما هبتدي عشان تلم شويه. احقن دي العضله جميله. عشان الضحكه بتاعته. فلا لما حضرتك بتحقنها بتلم. هتبتدي انا بتحكم في العضله، في الاسترنس بتاع العضله، في حركه العضله. بس مشكلتها ان يعني كل 6 شهور لازم يتحقن. بس النهارده يعني 6 شهور الاولى اتحقنت ملي، 6 شهور التانيه نص، اللي بعدها ربع، وبعد كده ببتدي اقلل اقلل هيجي لغايه وقت يبقى حاجات بسيطه بسيطه، لكن لكن هي ما لازم بقطعش. ما لازم بتقطعهاش. طب وشكل الضحكه بيبقى طبيعي ولا مصطنع؟ طبيعي طبعا. طبيعي. طبيعي. البق كده لما او كده بشكل طبيعي. طبيعي طبيعي. طيب تمام يا دكتور، احنا عايزين من حضرتك بقى نصايح كده الامهات تعملها للاولاد وللكبار كمان. يا ريت ان احنا نبتدي اول حاجه نحافظ على اسناننا زي ما قلنا باستخدام الفرشه والمعجون. نبتدي ان احنا لو حصل اي تسوس نبتدي نعالجه لحظه ظهوره، لحظه اكتشافه، خاصه مع الطفل، لان الطفل بيأثر عنده العامل النفسي لما يروح واسنانه مسوسه الى اماميه قدام زمايله او اسنانه قدام مخلوعه، بيبتدي يعمل عامل نفسي وبيبتدي يطلع على بعض الالقاب بينهم بعض. فاحنا يا ريت نتجنب العوامل دي ونحافظ على اسنان الطفل. تمام. وبالنسبه للكبار؟ وبالنسبه للكبار نبتدي زي ما قلنا نستخدم عشان نتفادى اي مشاكل من مشاكل تنظيف الاسنان، التسوس، غيره، ان احنا نستخدم فرش معجون، ان احنا نعمل زياره للطبيب كل شهر على الاقل. دكتور نورتني، وللاسف وقتنا نور، انتهى، وان ربنا شاء الله يخليك. هنبقى مع بعض تاني باذن الله. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.